الحمد لله اطمأنينا اليوم على الوفد وعلى اللاعبين واللاعبات، والحمد لله أمورهم كويسة، والرعاية الطبية عجبتني بشكل كبير لأنه معاهم فريق طبي متكامل سواء من العلاج أو سواء من التدليك أو إعداد اللاعبين. فالحمد لله مقر الإقامة كويس، الإداريين بيشتغلوا شغل كبير، فريق الإعلامي متابع للوفد كامل. فالحمد لله يعني مفخرة أنك تتفرج على وفد أردني بهاي المشاركة، وبجوز من أفضل الوفود اللي أنا شفتها. سعدنا اليوم بزيارتنا للوفد الأردني واللاعبين والوفد الإداري والمدربين والكادر الطبي والكادر الإعلامي اللي موجودين في الألعاب الإسلامية. شيء يثلج الصدر وجود هالشباب النيرة من الشباب الأردني، واللي رح يمثل الأردن إن شاء الله بيكون خير تمثيل من الشباب والبنات في مختلف الألعاب. لمسنا فيهم مقدار الحماس والإصرار، واللي بإذن الله رح نشوفهم على منصات التتويج.